بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناة بيجان بيو بيرماكولتور للزراعة المستدامة، الزراعة البيولوجية. كيف يمكن أن نستفيد من الفلفل الحار طول السنة؟ وبطريقة بسيطة سنقوم بغرسه وزرعه في فترة معينة، وبعد أسبوع أو أسبوعين سينمو، ثم سنشهد نموه، وباستعمال منشط النمو سينمو بسرعة معنا، وسيزدهر إنتاجه وسيعطي إنتاج مهم جدا من الفلفل الحار، ونستفيد منه طول السنة. يعني قد زرعته هنا قريبا من البيت، كل ما احتجته آخذ منه. لاحظوا وصل نموه إلى هذا المستوى، متر ونصف من الطول.
ونحن في الفصل البارد، ورغم ذلك لا زالت تزهر وتنتج. إذا زرعتها قرب شجرة الحوامض لتحميها من شدة البرد ومن البرودة، وكذلك وضعت لها شبكة لحمايتها من البرد والصقيع. لاحظوا حبات الفلفل كيف صارت. يغو يغو، you